السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة هشام تي في. اليوم غادي نديرو الهرقمة ولا الكرعين، هادو راه ديال لوفو باش يطيبو شوية دغيا. هنا غادي نبداو المكونات. عندنا 200 غرام ديال الحمص، عندنا الربيع اي بيرسيل يعني قزبر، عندنا شوية ديال التومة، عندنا 3 ديال البصلات مشلضين يعني كوبيهم بتي دي بهذه الطريقة، وعندنا الكرعين. هنا في لي زيبيس عندنا شويه ديال الكمون، عندنا التحميره، عندنا الابزار، عندنا الملحه، وعندنا الخرقوم وسكينجبير. وغادي تشوفوا معايا من بعد كي غادي نزيدوا هاد التوابل هادو بهذه الطريقه. هادي راه سهله. تنبداو نديروا هاد الكرعين هادو في الكوكوت. هادو ديال العجر ما تياخذوش الوقت بزاف، يعني نوصيكم ديما خدوا ديال لوفو تيطيبو دغيا، يعني واحد ساعة ساعة ونص دما كانا كيطيبو. دونك غادي نزيدو الحمص من بعد. هاد الطريقة هادي راه غتشوفو راها تخي فاسيل. ومن بعد الحمص غادي نزيدو هاديك البصيلة حتى هي. المهم غادي نضيفو قاع هاد لي زيبيس حتى هما، غادي نضيفوهم وغادي نسدو على الكوكوت. غتشوفوا هذه الطريقه هذه. هنا عندنا سكينجبير، دونك قلنا معلقه صغيره. عندنا التحميره حتى هي معلقه صغيره، وغادي نزيدو الابزار هنا نص معلقه، وغادي نزيدو الخرقوم ولا الكركما معلقة حتى هو، والملح عندنا هنا على حساب الذوق، مهم معلقة راها كافية، وشوية ديال الكمون يعني نص معلقة. كاين اللي كيزيدو تالتالي، كاين اللي كيزيدو في الاول، شوية ديال الكمون تيعطي واحد المذاق حتى هو. هنا شوية ديال الثومة والربيع، دونك القزبر والمعدنوس هنا راه كانوا عندي كونجلي، غادي نزيدهم حتى هما. وباش كنربحوا الوقت بهذه الطريقه هذه، غادي نضيفوا الماء سخون، يعني غادي نزيدوا بعدا شويه ديال الزيت البلديه، واحد 4 ديال المعالقات كبار، وغادي نضيفوا الماء سخون اللي هو باش نربحوا الوقت ديال الطياب. هنا راه تكون واحد 3 يطرو يعني في كل شيء. هنا راه غنزيد يطرو ونص، وغنعاود نزيد واحد يطرو اخر ولا يطرو ونص، يعني خص يكون الماء الكافي باش طيب هاد الهرقمه هادي، باش هي كتطلب الوقت، يعني باش ما تبقاوش تحلوا الكوكو وتشوفوا باش عندك تحرق ولا عندك تنشف من هذاك لاصوص، ديروا لها الماء الكافي وخليوها طيب تو دوسمون، ما تجهدوش عليها العافيه في الطياب، تكون واحد العافيه مويان. وغادي تخليوها من ساعه حتى ساعه ونص. هنا غنسد عليها الكوكوت وغادي نخليها، وغادي تشوفوا معايا كي غادي تجي. هنا بعد ما دازت ساعه ديال المكانه، غادي نقلب داك الحمص وديك الهرقمه راه بدات يدخلهم الطياب، وغادي نزيد شويه ديال المطيشه، جوج ديال المعلقات، ونعاود نسد عليها ونخليها نص ساعه اونكور، يعني 30 دقيقه. هنا البلا ديالنا إلي بخي. للإضافة راه هاد الكرعين ديال العجل، وهاد الحمص اللي درت راه مرقد ليلة كاملة في الماء. كما شفتوا معايا هادي النتيجة الأخيرة. وإلا عجبتكم هاد الطريقة هادي، ديروا الاشتراك في القناة ديال الشاف هشام. وكما كتشوفوا معنا هاد لاصوص هادي راه كتجي معلكة، كتجي تبارك الله معسلة. وهنا كنقول لكم السلام عليكم، يا بيانتو ان شاء الله في لا بروشيام فيديو مع قناة الشاف هشام للطبخ.